السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الإخوان بغينا يعني استجابة لبعض الطلبات ديال بعض الإخوان حول بعض المفاهيم اللي هي يعني لها علاقة بالفيزيولوجي اللي فوق البوم ديال فيما لا فيتاس ماكسيمال ايروبيك، البوم ديال شنو هي العلاقة اللي عندها مع البيدو ماكس، شنو هي بيما، شنو هي علاقتها مع الفيما. وبعد السؤال كان كيتطرح كيقول كيفاش انا كتقول لي في البيمه ديالتي 100% ومن بعد كتقول لي نخدم انا 120، يعني كومو جو في ديباسي 100% اذا كانت 100% هو اقصى ما يمكن الانسان يدير. عاد وغادي نربطوها بواحد السؤال اللي هو تطرح اللي عنده طبع ديداكتيكي بالنسبه للاخوان اللي كيديروا الكورس اون ديوري، وكيبقى يتطرح كيقول لك كندير تيست نابت مثلا ديبي ديال السيكل ومن بعد كيفاش غندير ليفاليياسيون وكنتناقض مع التكس اوفيسيال. فدونك غادي نحاول نجاوبو بعجاله على هاد الاسئله هادي. فاللي خصنا نعرفو بانه لو ترانسفورماتور ديال الانرجي، يعني اللي كيحول الانرجي اللي كيعطينا طاقه كيعطيها لنا لاتيبي، وهاد لاتيبي كتكون في الميسكل، والميسكل هو يعني المسؤول يعني الاورغانيك على ترانسفورماسيون ديال هاد الانرجي دون انرجي شيميك اين انرجي اللي هي ميكانيك. وخصنا نعرفوا كذلك بانه المصدر الوحيد ديال الطاقه اللي كيخلي الميسكل انه يدير لا كونتراكسيون هي لا تيبي، الا ان هاد لا تيبي هادي عندنا اون بيتيت كونتيتي كتكون عندنا في الميسكل، ولكن فاش كتتخلى كتدخل بعض الامور اخرى بور لا غوسانتيز ديال لا تيبي. ماشي بحال بعضكم كيقول لك خونا ودي راه كيكون الاكسجين، وي الاكسجين لا بريزونس ديال الاكسجين مع بعض المواد اللي هي لي غلوسيد ولي ليبيد ولي بروتيد، ولكن هذاك التفاعل ديالهم من اجل انتاج لا تي بي. هذا هو الفونت ديال التدخل ديالهم. اللي بغينا غير هنا غير تذكير كنقول بانه شاك ميسكل فيه يعني ان نونسومبل ديال لو فيسو، وان نونسومبل ديال لو فيسو فيه ان نونسومبل ديال لي فيبر، وان نونسومبل ديال لو فيبر في النصب ديال ليميو فيبري. وهاد ليميو فيبري الا شفناهم دي مانيير ميكروسكوبيك كنلقاو فيهم سكون ابيل لي ساركومير اللي هما هاد لي فيلامون ديال لي زاكسين مع لي فيلامون ديال الميوزين كيجلس يعني ما بيناتهم، وهما اللي كيعطيونا لا كونتراكسيون ميسكول، وهنا كيكون تدخل ديال لا تيبي. هاد الجليسمون ديال لي زاكسين والميوزين يعني بالتفاعل ديالو مع لا تي بي كي هو اللي كيحول ديك الطاقه لينيرجي شيميك لينيرجي اللي هي ميكانيك. اللي بغينا نعرفوا هنايا ولا اللي حاولنا نبينوا هنا هو انه اصلا خصنا نعرفوا بانه لي ميسكول راه كاين عندنا اون غو عندنا نوعين كيسمحوا لنا باش نديروا المسافات الطويله بحال مثلا عند الأدائين ديال الماراثون. فهنا عندهم هنايا واحد لا فيبر ميسكولير اللي كتسمى سليب تويتش ولا يعني اسوكوس لون، اللي هما كيكونوا كيستهلكوا الاكسجين وكتكون عندهم المسافات الطويله. وكاين لي ميسكول اللي هما فاست تويتش الاسوكوس رابيد اللي كيديروا لنا كنضربوا المسافات القصيره، وهذوك كيكونوا يعني عندهم القوه ديالهم قويه ولكن كتكون عندهم المده الزمنيه قصيره بالنسبه اللي عند السبرينتر ديال فاست رابيد. والاخرين يعني العكس كتكون الزمن ديالهم كيكون طويل ولكن كتكون القوه ديالهم كتكون نسبيا ناقصه على الاخرين، وهما اللي كيديروا يعني السكوس لون سلو. فهاد التقسيم هذا ديال الميسكول اللي هو ولا لا فيبر اللي هي لونت ولا فيبر اللي هي رابيد، فهاد رابيد كاينين جوج، يعني كاينه واحد رابيد تري رابيد اي انتونس، وكاينه وحده اللي كتكون موان رابيد و حتى هي موان انتونس بارابور الاولى. كنقسموهم بجوج، وهنا كنولي كنقولوا الاولى فيها تيب 1 والثانيه تيب 2، ولكن ديك 2 فيها تيب 2 ا وتيب 2 بي. هذا ماشي هو المغزى من المداخله ديالنا. يعني اللي خصنا نعرفوا على لاتيبي، لاتيبي هو واحد لا ماتيير اللي هي تخيلو ثقيله بزاف، وبالتالي الا بغى يعني ماراثونيان يجمع لاتيبي ك
كانه كان بامكانه يجمع لا تي بي باش يجري الماراثون، فاش كيخصو يجمع في لوكور ديالو 80 كيلوغرام ديال لا تي بي باش يمكن يدير هو بور بوفوار باركوري واحد لا ديستونس ديال 42 كيلومتر، شيء اللي هو امبوسيبل. وبالتالي اش كيوقع؟ اون فوا كيبدا ليفور ديالو بعد الثواني كيتقادر هذاك لا تي بي، ولكن كتبدا لا غوسانتيز، كيبدا اعاده انتاج لا تي بي، وهنا فاش كيتدخلوا بعد المواد. وهنا كتولي الفورم ديال الفيليير، يعني كندوزهم الفيليير ايروبين، الفيليير اينروبين، الفيليير. فإذا كنا كنقولوا لا فاز ايروبي ولا فاز اينروبي، فينا هو الفرق اللي بيناتهم؟ فناخذوا مثال ديال واحد الانسان، طلبنا منه انه يدير واحد ليفور فيزيك ولا الجرى، نديروا الجرى مثلا باش تكون، ولكن كل مره بدينا كنطلب منه انه يرفع من الايقاع ديالو، لانه فاش نهضروا على فاز ايروبي ولا انيروبي خصنا نربطوه يعني بالقوه ديال ليفور اللي كيدير. حتى هو كيدير هذاك ليفور وكيرفع من الايقاع ديالو، والا كيزيد يطلب هذاك ليفور الاستهلاك ديال الاكسجين، يعني كان كيمشي ب 1 كيلومتر على داز ل 2 كيلومتر، داز ل 2 ايدمي، داز ل 3، داز ل 3 ايدمي، 4 غادي محدو، هو كيرفع من القوه ديالته، من الشده ديال العمل، والا الاستهلاك ديال الاكسجين كيطلع. الا انه في واحد اللحظه كيمكن له يزيد هو من القوه ديال العمل، من الشده ديال العمل ديالو، ولكن ما يقدرش باقي يزيد من الاستهلاك ديال الاكسجين، لان لا كاباسيتي اللي عنده ديال لي بومو ديالته محدوده، كيوصل واحد المستوى وما كيمكنليش باقي هو يكونسومي ولا ياخذ الاكسجين اكثر. في هذيك اللحظه تما كيوقع الفصل ما بين سكي ايروبي واينيروبي، كاع يعني لي فور اللي داروا مع استهلاك كافي ديال الاكسجين، فهذاك ستاني فور اللي هو ايروبي، هلا الفيليير ديت ايروبي. كاع لي فور اللي داروا وهو عنده نقص في الاكسجين، فراه دخل لافاز اللي ديت انيروبي، اللي هي فيها جوج، فيها الاكتيك وفيها لاكتيك، ماشي هذا هو المغزى من المداخله ديالنا. دونك هنايا هما هذه شماتيزي ان روج، هنايا يعني اللي هذه لافاز اللي هي انيروبي الاكتيك، وهاد لافاز هذه كتكون انيروبي لاكتيك، وهاد الزرقاء هي اللي كتكون هي الفيما. هنايا بارابورا توسلا الفيما سي اون فيتاس، هي السرعه، ولكن عندها واحد الخصوصيه. ناخذوا هنا الانسان اللي كيجري واحد الوقيته كيرفع من الايقاع ديالو في الجراء ديالو، نشوفوا كيفاش كيكون عنده هنا التحول. حتو هو كي يعني كيمارس الرياضه ديالو، حتو هو كيزيد في الوقت وكيزيد في الشده ديال العمل، والا الاستهلاك ديال الاكسجين ديالو كيطلع مع داك لي فور اللي كيدير، كيزيد كيطلع، الا انه في واحد اللحظه ما كيبقاش يطلع عليه الاستهلاك ديال الاكسجين، ما كيطلعش، كيولي لي فور كيتزاد، ولكن الاستهلاك ديال الاكسجين كيوقف. في هذيك اللحظه كيكون هو كيجري بواحد السرعه معينه، هذيك السرعه هي لا فيتاس ماكسيمال ايروبي، كيمكن له يزيد من القوه ديالو ديال العمل، ويزيد من السرعه ديال العمل ديالو، ولكن ما يمكنليش يزيد من الاستهلاك ديال الاكسجين. فديك اللحظه الفاصله اللي كتكون يعني هنايا، هذه هي لا فيتاس ماكسيمال ايروبي، يعني الا تعدات السرعه ديالو هذه السرعه هذه ما بقاش ايروبي ولا انيروبي. دونك ما غنهضروش على لا فيتاس ماكسيمال ايروبي، دونك لا فيتاس ماكسيمال ايروبي في هذيك اللحظه الفاصله اللي كتكون فيها بالقدر ما هو كيحرق، بقدر ما هو كيكونسومي الاكسجين. الا ولا كيستهلك او كيحرق اكثر من الاستهلاك ديال الاكسجين، فراه ما بقاش ايروبي هنا ولا انيروبي، يعني ما كنتكلموش على هذه القضيه هذه، كنتكلموا على في ام ا لا فيتاس ماكسيمال ايروبي، في الوقت اللي كيكون الاستهلاك يعني ديال الاكسجين كيكون كافي مقارنه بالاحتراق ديال الطاقه ديالو. فاش كنقول البي ام سي اون بويسونس ماكسيمال ايروبيك، البي ام هي القوه. ففي الوقت اللي العداء كيكون كيستهلك كيدير واحد لي فور كيطلع وكيطلع معاه الاكسجين ديالو، واحد اللحظه كيمكن له يتفاوتوا، يعني في اللحظه اللي كيتفاوتوا ما كيمكنش باقي نهضروا على الفيما، كيقولنا كنوليو كنهضروا على الفيما في اللحظه اللي ديك اللحظه ديال الافتراق بيناتهم. فهنايا كيكون وصل اقوى سرعه ديالته ايروبي اللي هي لا فيتاس ماكسيمال ايروبي، وكيكون وصل لاعلى ممكن اللي يستهلك هو من الاكسجين،
ممكن ليش ياكل اكثر من داكشي الاكسجين، يعني وصل الفي دو ماكس، وصل الفوليوم دوكسيجين ماكسيمال ديالو، وهنا كيكون كيعطي لا بلو غروند بويسونس ايروبيك، يعني اقوى ما يمكن له يعطيه هو كطاقه في لا فاز ايروبيك، يعني الطاقه ديالته القصوى مع الاستهلاك التام ديال الاكسجين او الاستهلاك الكافي للاكسجين، هذه كتسمى لا بي ام. الا حنا قلنا بالنسبه لنا حنا كاسيد ديال التروبيدانيا هاد البي ام ما يمكنناش اون بو با لا كالكولي، لانه سي اون افير دو لابوراتوار، هذه عمل كيدار في لابوراتوار. حنايا اساس اذا كنستعملوا الكرومتر، كنستعملوا لو سيركوي، وكنستعملوا كلكو تيست اللي هما كيعطيوهم لنا الباحثين، كنستعملوا تيست كوبر ولا سومي كوبر ولا الباميبار ولا النابيط ولا البروغريسيف ولا نسميوه اللي بغينا ما كيهمش هنايا، ولكن عندنا اليات علميه كنستعملوها باش نضبطوا الفيما، وفي الوقت اللي كنوصلوا للفيما كنقولوا هذاك التلميذ ولا هذاك العداء راه وصل للبيما ديالو، يعني هذيك اقوى سرعه هوائيه راه كتعطيه اقوى طاقه هوائيه، وفي هذيك اللحظه راه كيكون كيستهلك اقصى ما يمكن له يستهلك هو في الاكسجين ديالو. كاينين دي فورمول اللي كان يمكننا يعني دارهم الباحثين اللي كنديروا بهم الربط، يعني كيفاش نلقى انا الفيدو ماكس بارابور الى عندي الفيما. هنا كاينين بزاف ديال دي فورمول، يعني يكفي الانسان يمشي يبحث في جوجل وغادي يلقى لي فورمول. هنايا عطيت غير بعض الامثله هنايا بعد لي تيست كاينين بزاف، هنا عطيت غير الامثله مثلا ديال لو جي بوشي وديال فاميبال ولا ديال تيست نابيط. اللي خصنا نعرفوا بانه هاد لي تيست كلهم يعني عليهم دي كريتيك، عليهم دي كريتيك، ولكن هذا هو اللي ممكن حنا نستعملوه. يعني لا سيونس اي ليفولي اوتون كي ليفولي، يعني شيء كل يعني جديد هو كي الغومي ان كوز هذاك الشيء اللي سبق. السؤال اللي كيبقى مطروح هنايا علاش صار حاليا هاد البيمه، هاد البيمه في الوقت اللي كنلقاها، تصور مثلا لقيت بانه اقوى سرعه كيمكن لي يدير واحد الكميه ديالي انا وهو الاستهلاك التام ديال الاكسجين هي 10 كيلومتر في الساعه، فهذيك 10 كيلومتر في الساعه عندي كناخذ انا كمعيار، كنقول انا الكميه ديالي الى تعدى 10 كيلومتر في الساعه ما بقاش ايروبي ولا انيروبي. دونك هاد الاقصى سرعه ديالته هي 10 كيلومتر في الساعه هي 100% ديالته. دونك فاش كتولي كنعرف شنو هي 100% يعني اون تيرم دو كيلومتر بارور، كيمكن لي انا نبروغرامي ان كونتوني دو فورماسيون ان كونتوني دونترينمون بارابور هذيك 100%. واش بغيتو يدير ليا اكثر من 100% ولا بغيتو يدير ليا اقل من 100%؟ وهنا كنولي كنهضروا بالمفهوم ديال لا كاباسيتي وديال لا بويسونس. شنو هي لا كاباسيتي وشنو هي لا بويسونس؟ فلا كاباسيتي كيقول لك بور شاك فيليير لا كاباسيتي كوريسبون على كونتيتي توتال. لا كاباسيتي هي واحد القدره، هي واحد الخزان عندك ديال 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 الطاقه، هي 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 الكاباسيتي. في الشرح ديالها العلمي كيقول لك شاك فيليير كوريسبون لا فيليير لا بور شاك فيليير لا كاباسيتي كوريسبون على كونتيتي توتال دو مولكيول غوسانتيتيزي. شنو هي القدره اللي عندك ديال لا تي بي اللي هي غوسانتيتي، شحال كيمكن لك تنتج انت ديال لا تي بي؟ وكأنها كنهضروا على واحد الريزيروار. هذا الريزيروار ديالك اش من حجم؟ واش من حجم بسيط ولا متوسط ولا لا كبير؟ شنو هو الخزان اللي عندك ولا شحال ممكن للذات ديالك انها تنتج من لا تي بي؟ كأنه الريزيروار اللي كتعطيك نتايا يعني القدره على 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 تطور واحد الفور ولا تنقص منه. على غير لا بويسونس، لا بويسونس كيقول بور شاك فيلير انرجيتيك لا بويسونس ديبون دو دي بي، يعني داك الروبيني اللي كتطلق انت. كانه كنقولوا عندك واحد الخزان، وكهذاك الخزان عنده واحد الانبوب، هذاك الانبوب شنو هي لو دي بي ديالو، شحال كيعطيك ديال الطاقه اللي كيمكن دير بها اني فور. هنايا نقدروا نعطيو مثال بسيط، كنشوفوا جوج العدائين مثلا كيديروا 100 متر مثلا او 400 او 800 او 1000 اللي كان، كنقدروا نشوفوا العدائين كينطلقوا بجوج كنلقاو واحد كيفوت الاخر، ولكن من بعد مع الجره كيولي هذاك اللي كان الثاني كيولي هو الاول، كانه هذاك اللي كان سابق في الاول كان عنده واحد ان دي بي، كان عنده روبيني مزيان يعني عطاه الطاقه مزيان باش ينطلق مزيان، ولكن من بعد الخزان اللي عنده بدا كينخفض، والاخر اللي كانت عنده لا بويسونس ناقصه عليه استطاع انه يستمر ويفوتو. علاش؟ لانه واخا لو دي بي ديالو كان ناقص ولكن لا كاباسيتي ديالته
عطاتو القدره باش انه يستمر في هذاك النيفو اللي كان فيه. وهادشي اش كنلقاو واحد العداء اللي كيكون سابق الناس، ومن بعد كيجي واحد العداء اخر كيجي من وراه وكيمكن له يتجاوزو. وبين اتوندي في الفيليير، يعني كتكون كل ما كانت الفيليير اللي هي بالنسبه للانيروبي الاكتيك باش كتكون لا بويسونس كبيره وكتكون لك الكاباسيتي شويه ناقصه، وعلى غير الاخر باش كتكون انترميديير. وبالنسبه للايروبي كيكون يعني بحال العداء ديال الماراثون، كان عنده واحد الكاباسيتي كبيره، يعني كيمكن يجري هو ساعتين ولكن كيجريها بواحد الدي بي اللي هو متوسط. دونك هنا بغينا باش نجاوبوا على واحد السؤال كيطرحوه الاخوان، كيقول لك انا كيفاش غادي تطلب مني نخدم 120؟ لانه كل ما تعديت ال 100% فانا جو سوليسيت جينيرالمون جو سوليسيت لا بويسونس، جو ديفلوب لا بويسونس عند العداء ديالو لحد الكميه ديالي. كل ما كنت اقل من 100% فانا جو ديفلوب لا كاباسيتي. كيطرح السؤال كيقول لك كيفاش انا هو وصل ل 100% وانا نطلب منه يدير ليا 120%. الوقت اللي دار لك هو 100% دارها في اون كورس اللي هي طويله، ربما دارها في 1000 متر، ربما دارها في 2000 متر. وإلا بغيتي تطلب منه 120 متر ما غتديش ال 1000 متر او ال 2000 متر، كتديه ال 100 و200 و300 و400 متر. كتنقص المسافه وكتطلب منه يدير القوه اكثر، وهنا اون ديفلوب بلوس دافونتاج لا بويسونس. في الوقت اللي كنولي كنخليه في واحد مثلا المسافه ديال 400 او 500 متر وكيدير ليا دي سيري غير ب 80% او 90%، مثلا الانسان اللي هو كيجري مثلا 10 كيلومتر في الساعه، كتولي تقول لي انت يجري لك هو غير ب 9 كيلومتر في الساعه، يعني راه كيجري غير ب 90% ديالو. فهنا اون ديفلوب دافونتاج لا كاباسيتي. هذا غير شرح مبسط غير باش يعني يخرجوا هاد ليموسيون يبان. وهنا غادي نجاوبوا على واحد السؤال ديال الاخوان اللي كيقول لك انا درت ان تيست اوبسيرفاسيون، درت فيه تيست نافيت، ومن بعد بغيت ندير لي فالياسيون، ولقيت في لي فالياسيون في التكست اوفيسيال كيقول لك جو دوا ايفالي التلام ديالي ب 600 و 800. كنقول لها استاذ يعني اذا كنت باغي دير لي فالياسيون ب 600 و 800 راه خصك لا سيتياسيون دو ريفيرونس كيخصك تكون فيها. الا كنت غدير لو بيلون ب 600 و 800 راه خصك حتى تيست لا سيتياسيون دو ريفيرونس سو ديبار خصها تكون 600 و 800. دونك فين كتبقى المكانه ديال هنا داك لو تيست اللي كدير تقدر ديرو. من بعد كيولي عندك كامل عيار بور بروغرامي لونترينمون باش تعرف كل الدري شنو هي السرعه ديالتو القصوى الهوائيه الفيما ديالو، وتقدر تبروغرامي ليه دي سيونس ديالو سويت لو سا كاباسيتي. ولكن لو تيست غيبدا ب 600 و 1000 وغينتهي ب 600 و 1000. علاش؟ لانه انت مطالب في اخر حصه دير ليه ليفالياسيون ديال البرودوي ودير ليه ليفالياسيون ديال البروسيسوس ولا ديال لو بروغري. فإلا خديتي لو تيست نابيت يعني من بعد غتحتار غادي تقول سور كوا جو في مو بازي باش ندوز انا من تيست نابيت. عندي البيمه ديالو ولكن في التيست بيلو اش غادي ندير ليه؟ خاصك دير ليه تيست نابيت باش تعرف واش طلع ولا هبط. الوغ ان لو تيست اوفيسيال كيطلب منك باش تعطي اون نوت على 600 متر بالنسبه للبنات و 1000 متر بالنسبه للدراري. انا عطيت غير مثال هذه المسافات هذو بالنسبه لواحد المستوى معين. فالفيما الى كنتي باغي تكالكوليها سويت على تيست نابيت ولا البروغريسيف ولا اللي بغيتي، فخذها كمعيار باش يمكن لك ديفلوبي بها هاد لاكاليتي ديال لاكورس اون ديوري عند الوليدات. هنايا غير باش نقولوا بانه يعني الموليكول ديال الجليكوجين ديال يعني السكريات يمكن يعطيونا 39 اي تي بي، على غير فاش كتكون الدهنيات كتعطينا 129. هذا كيبين بانه لي ليبيد الشحمه كتعطي بزاف ديال الطاقه، وهذا الشيء علاش الانسان كان باغي يطيح الشحمه كيخصو يدير واحد ليفور اللي هو برولونجي. فكنظن كنا جاوبنا على الاسئله ديال يعني اللي هي كتطرح، والى الملتقى ان شاء الله الرحمن الرحيم وشكرا.